وللمزيد من الحديث والنقاش أكثر عن حادثة إحراق عناصر ميليشيا الحشد لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ينضم إلينا الدكتور عبد السلام برواري، أستاذ العلوم السياسية، عبر الخط الهاتفي من أربيل. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، يعني كما رأيتم وتابعتم، ميليشيا الحشد تقتحم مقر الحزب في بغداد وتضرم النيران فيه، ثم تخرج أمام أنظار القوات الحكومية. هل كل ذلك بدعوى ما جاء على لسان هشيار زباري القيادي في الحزب، أم أن هذا يعكس أمرا ما؟ يعني تحية، أنا حقيقة الصدى أسمع مبهوطة، لكن ما أقيمت ذريعة كلمات هشيار زباري هو أنا أعتقد مجرد خمس أكمان. يعني الناس متنمرين، الناس يريدون يثبتون انه ليس هناك دوله وهم المسيطرون، ويريدون يحصلون كل عمليه او خطوه نحو الاستقلال ونحو تهدئه الاوضاع. الشيخ الزباري قال انا اسال هل بمقدور الحكومه العراقيه ان تفرض هيبه القانون؟ هو استخدم كلمه تطهير المنطقه من التواجد الميليشياوي. تطهير الذي يفهم بالمفاهيم العسكريه، يعرف تطهير تمشيط، يعني اخلاق، يعني هذا اي حجه واهيه. لكن مع الاسف الشديد في دوله 500 عنصر هناك وخمسه ايام تحصيات ودعوات ونائب برلمان يحرض الناس، اصلا في كل دوله نائب البرلمان هذا ترفع من الحصانه ويتهم بالدعوه الى الفوضى. الشيخ زباري قال كلمة الآن الإخوان هؤلاء أعطوا دليل على أنه هو كان صائبا. قال أنا أخشى أن تتوجه الأمور في العراق إلى أن يصبح دولة فاشلة أسوأ من حالة من الصومال ولبنان، وهذا هو ما يحدث. يعني أنا قرأت قبل لحظات بيان من المكتب الإعلامي للحزب الشعبي، يعني يقول نحن ضد وإلى آخره. إذا من هؤلاء كانوا يرفعون عمل شعار الحج الشعبي كانوا ايام كانوا يدعون؟ لحد الان انا لم اسمع اصلا من الحكومه العراقيه عندها موقف. هذا وضع ماساوي، هذا لا يضر بالكل وبقدر ما يخدمه، لان يثبت صحه خيبه الامل التي اصاب الشعب الكردي من ان يمكن ان نعيش مع هؤلاء. هذه كما تعرف دكتور عبد السلام، نعم كما تعرف هذه الميليشيات تمتلك ظهير سياسي من الكتل السياسية التي تقف خلفها. السؤال، كيف تسمح هذه الأحزاب بالتعدي على شركائها في العمليات السياسية؟ يعني هذه عقلية فعلا في الشرق الأوسط ومتبلورة في العراق مع الأسف، تبدو بطريقة واضحة، إسكات الرأي المقابل واستخدام القوة. أنا لست من الناس الذين يوزعون الاتهامات، لا أريد أن أقول أن دولة معينة هي التي حادث، ولكن الذي يقوم بذلك يتصورون انهم يخدمون هذه الدوله ويخدمون مصالحها. هذا هو الموضوع. يعني هناك حشد شعبي وهناك ميليشيات حشد شعبي. هذه الميليشيات اللي هي تابعه للدوله، لماذا تسمح لهم الدوله بالقيام بهذه؟ ليست تابعه للدوله، لماذا تسمح بتواجدهم؟ الوضع مأساوي. يعني انا اعتقد هذه رساله للحزب. نعم. من ناحية أخرى دكتور، كيف يمكن تفسير وقوف القوات الحكومية متفرجة على عملية إحراق مقر الحزب؟ نعم دكتور، تسمعني؟ كنت قد تساءلت كيف تقف القوات الحكومية متفرجة بينما يقوم أفراد الميليشيات بإحراق المقر. يعني هذا الذي نقوله دائما، ليس هناك وجود دوله، هناك تلعب الدوله مع الاسف الشديد منذ سنوات. نقول اذا كانت داعش وجهتها المرجعيه للناس بان يحبوا ويحملوا السلاح ضد داعش، قد اعلن بوضوح في 2015 ان داعش انتهت. لماذا بقى هؤلاء مسلحين؟ بالتاكيد قبل قلنا هذه محاولة لتكرار تجربة الحشد الشعبي، الحرس الثوري في إيران التي أصبحت هي الدولة. ومع الأسف الشديد رغم أن الشيعة في العراق ليسوا كالشيعة في إيران، يعني المرجعيات مشهور أنه
الدعوه الى 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 ولايه الفقيه الى اخره، ليست موجوده في التراث السياسي والفكري لدى الشيعه في العراق، هذه افكار دخيله، هذه محاوله لجعل العراق غير قادر ان يحكم نفسه، وبالتالي تمرير مخططات اخرى وجعل العراقيين وعرض العراق ضحيه لهذه التراث. أستاذ العلوم السياسية من أربيل الدكتور عبد السلام برواري، شكرا جزيلا لك.